السلام عليكم، كيفكم؟ اليوم راح نحل سؤال مع بعض شامل للدرس كلات اللي احنا اخذناه، كيف بنطلع الماس، كيف بنستخدم الكونزرفيشن لو، هي اندوثيرميك او اكزوثيرميك. راح نشتغل سؤال مع بعض. اوكي طيب، خلينا نشوف احنا شو معنا. given شايل لنا when drops of water are added on a watching glass containing 4 gram of calcium oxide, the watching glass becomes hot and 10 gram of calcium hydroxide is formed. انا شو بعرف؟ بعرف من عندنا when drops of water، يعني انا عندي الووتر على شو ار ادد، يعني احنا زدنا زدنا الووتر على واتش جلاس. على الواتش جلاس هي مثل الصحن اللي صغير بس بنحط فيه الكيميكالز containing 4 جرام اوف كالسيوم اوكسايد. يعني انا كان عندي بقلب الواتش جلاس كالسيوم اوكسايد، فانا حطيت عليها الووتر. ذا واتش جلاس بيكم هوت، صارت عندنا يا هوت يعني سخنت. And 10 جرام اوف كالسيوم هيدروكسيد شو ماله is formed. انا شو طلع عندي 10 جرام اوف كالسيوم هيدروكسيد. يعني انا مين شو بعرف شو بفهم من السؤال؟ انه الووتر رياكتد تفاعل مع الكالسيوم اوكسايد اللي كان معنا اياه بالواتش جلاس. ام شو طلع عندي؟ طلع عندي كالسيوم هيدروكسيد وطلع عندي هيت لانه صارت هوت. اوكي اول شيء بعمله انه انا بقرا السؤال بترجمه وبعدين ببلش احل. Write the reactants and the products of this reaction. مين هن الرياكتانتس اللي عندنا هن؟ مين ومين؟ قلنا الووتر ومين كمان؟ and calcium oxide. اوكي مين اللي products؟ مين اللي طلع عندنا calcium hydroxide؟ وعندنا كمان الهيت بس هو مش product كمادة. ورايت الورد ايكويشن، كيف بكتب الورد ايكويشن؟ ببلش ووتر بلس كالسيوم اوكسايد شو اعطتنا؟ اعطتنا كالسيوم هيدروكسايد. هيك انا بكون كتبت الورد ايكويشن. اوكي وات از ذا ايفيدنس اوف ذيس رياكشن؟ الايفيدنس احنا اخذنا فور ايفيدنسز. قلنا عندنا التشينج اوف كلر، عندنا release of gas، عندنا exchange of heat، اوكي وعندنا اللي precipitation. هون انا طلع عندنا صارت الواتش جلاس هوت، يعني انا شو صار عندنا exchange of energy او عندنا الهيت. اوكي طيب is this exothermic or endothermic justify؟ اتفقنا الاكزوثيرميك رياكشن هي اللي produce heat، اما الاندوثيرميك رياكشن هي الابسورب هيت. هون انا شو بلاحظ؟ بكم هوت، يعني هي شو اعطتنا؟ اعطتنا حراره، فشو بستنتج؟ هي اكزو ثيرميك سينس ات بروديوسز او شو ريليز هيت. اوكي طيب اخر فرع كالكوليت الماس اوف ووتر يوزد. انا كيف بدي استخدم، كيف بدي اعرف قديش استخدمت ماس؟ لما بدنا نيجي يكون عندنا نعرف ماس او شيء بنشتغل شو قلنا؟ apply law of conservation of matter. شو قلنا احنا الشرط الاساسي او of mass؟ شو قلنا الشرط الاساسي؟ الماس of reactants مين نفسه بيساوي؟ بتساوي الماس of products. اوكي مين هن الماس للرياكتانت العناياتن؟ يعني الماس للووتر بلس الماس للكالسيوم اوكسايد شو معلو مين بيساوي؟ بيساوي الماس لمين؟ للكالسيوم هيدروكسايد. هلا انا مين بدي؟ بدي الماس للووتر. اوكي انا هلا راح افترض اكس بلس قديش عندنا الماس للكالسيوم اوكسايد؟ قد طلع معنا ياتا 4 ايكوال قديش طلع معنا كالسيوم هيدروكسيد 10. فقد ايه بتطلع عندنا الاكس؟ 10 ماينس 4 هي 6 جرام. يعني انا شو بستنتج؟ الماس اوف ووتر اللي انا استخدمته قد ايه هي 6 جرام. اوكي يعني انا لازم انتبه كثير مزبوط وانا عم بحل السؤال، انتبه للجيفن، انتبه اذا هي اخذت حراره ولا اعطتنا حراره عشان اعرف اذا هي انتثيرميك او اكزوثيرميك واطبق القاعده اللي عندنا اياها صح. اوكي هلا رح نحل سؤال ثاني عليهم
يلا حنبلش هلا بالاكسرسايز نمبر 2 اللي عنا اياه. شو قايل لنا؟ 10 جرام ميركوري اوكسايد از ان اورانج باودر ذات ابون هيتنج ترانسفورمز انتو ا سيليفري ليكويد اللي هو الميركوري وذ ايفاليشن اوف 3 جرام اوف اوكسجين غاز. يعني انا شو اللي صار عندي؟ انه انا كان عندي الميركوري اوكسايد جيت عملت له هيتنج فطلع عندنا الميركوري والاكسجين غاز. رايت الرياكتانس اند البرودكت نفس الشيء. مين عندنا الرياكتانس؟ مين ومين يتفاعل مع بعض؟ مين عندنا الميركوري اوكسايد ومين كمان اند لحاله صح؟ ما عندنا شيء احنا لانه عملنا له هيتنج ما بنكتب معه شيء. هلا مين اللي برودكتس اللي طلعوا معنا اياتهم؟ الميركوري ومين؟ and oxygen gas. اوكي طيب بس يجي قلنا اكتب الورد اكويشن فباجي بكتب له الميركوري اوكسايد اللي هو هي عمل هيتنج حطينا هون هيت. اوكي شو تحول لميركوري؟ بلس اوكسجين غاز. دان طيب خلينا نشوف what are the evidences of this chemical reaction. احنا هون عندنا اكثر من ايفيدنس. عندنا الريليز للاكسجين غاز يعني انا عندي ريليز اوف غازز. وشو عندنا الثاني؟ بما انه عندنا احنا هيت عملنا لها هيتنج فانا عندي اكسشينج اوف هيت او انرجي. دان طيب السؤال اللي بعده what is the mass of mercury produced. نكتب نفس الطريقة منقول according to the conservation law of mass the mass of the reactant بتساوي الماس للبرودكت. أنا بس رح أكتب الحل يعني الماس of من الرياكتانت اللي عنا إياه mercury oxide. مين بتساوي الماس لمين؟ للميركوري بلس الماس لمين؟ of oxygen. أوكي ومنكمل. قديش إحنا عنا الماس للميركوري oxide؟ تان إيكوال قديه عنا الماس اوف ميركوري؟ نحنا هاي اللي بدنا اياها راح افترضها اكس بلس قديه طلع عنا ماس للاكسجين 3. اوكي سو قديه احنا عنا الاكس بتطلع إيكوال تو 7 جرام. يعني قديه انا عندي الماس للميركوري إيكوال تو 7 جرام. ماشي يعني انا قبل ما ابلش احل بالسؤال بقراه بفهم الجيفن مظبوط والأسئلة هي نفسها بتتكرر عنا ما بتغير. دائما اكتبوا الورد اكوينشن شو هن الافيدنس طلعوا الاكس اندوثيرميك او اكزوثيرميك. اوكي ثانك يو.